للحديث عن تبعات زيارة شيع السوداني لطهران بعد الاتفاقيات التي أبرمها مع النظام في طهران، ينضم إلينا عبر سكايب رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر الأستاذ مصطفى كامل. أستاذ مصطفى، بداية مرحبا بك، كيف تقرأ هذه الزيارة السريعة لرئيس الوزراء الحالي في العراق شيع السوداني بعد أقل من شهرين من توليه رئاسة الوزراء؟ هذه الزيارة عقد فيها الاتفاقات وأعدها مراقبون أنها أسرع زيارة لرئيس وزراء في العراق، أسرع زيارة لطهران بعد احتلال العراق. أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. كاد العراقيون أن تكون واحدة من أولى أو ربما الأولى من محطات زيارات التي يجريها رؤساء وزارات العراق المحتل، أن تكون إيران هي المحطة الأولى أو إحدى المحطات الأولى التي يزورها أي من رؤساء الوزارات الذين عرفناهم خلال مدة 20 عاما. ولذلك هذه الزيارة يعني متوقعة جدا، والتنازلات أو التعهدات التي قدمها محمد الشيع السوداني أمر أيضا متوقع، خصوصا بالنظر إلى الطريقة التي شكلت بها هذه السلطة، ولا أقول الحكومة لأنني لا أمنحها هذه الشرعية، شرعية الحكم، وإنما هي سلطة نصبها المحتلون وما يزالون يعملون على تغذيتها وتدعيمها بالضد من إرادة الشعب العراقي. عندما ننظر إلى الطريقة التي شكلت بها هذه السلطة سيكون مفهوما ماذا حصل خلال هذه الزيارة وماذا ينتظر منها أيضا. طيب، ولكن هناك بعض يتساءل يقول هل كافي شهرين فقط ليتمكن السوداني من معرفة ما يحتاجه ويتطلبه العراق لكي يقوم بإبرام الاتفاقيات مع إيران؟ أستاذ مصطفى، هل تسمعني؟ أستاذ مصطفى؟ لا يوجد. نعم أستاذ مصطفى، سألتك هذه الاتفاقيات التي أبرمها الشيع السوداني بهذه السرعة، ما الذي عرفه السوداني بهذه السرعة من حاجات العراق، متطلبات العراق سواء على جميع المستويات لكي يبرم هذه الاتفاقات مع إيران؟ كيف تنظر إلى هذه الاتفاقيات؟ يعني العراق يعاني من كثير جدا من المشاكل الداخلية، وهناك العديد من الأزمات والملفات التي يجب أن يتعامل معها داخليا قبل أن يتوجه إلى دول الجوار سواء إيران أو غيرها. لذلك يعني هذه الزيارة كما تفضلت يعني كان لا معنى لها، لأن هناك الكثير من المشاغل أو الشواغل الداخلية التي يجب أن يتعامل معها قبل أن يتجه إلى الخارج ليبرم اتفاقيات مع هذا الطرف أو ذاك، وخصوصا مع إيران. لكننا كما يعني نعرف جميعا أن تبعية هذه السلطات المنصبة في العراق للجانب الإيراني أو للمحتل الإيراني في الحقيقة تجعل هذه الزيارة في سياقها المتوقع، وتجعل هذه الاتفاقيات هي الحقيقة ليست اتفاقيات بين دولتين. إيران لا تنظر إلى العراق على أنه دولة مستقلة ذات سيادة، وإنما تعتبره حديقة خلفية لها ودرعا أماميا يصد عنها الكثير من الأزمات، نستطيع لذلك هي تحاول تصدير أزماتها الداخلية. إلى أي مدى ترى أن هذه التي تسمى بالاتفاقات ممكن تسميتها أنها استمرار لاستنزاف ثروات العراقيين سواء كان من نفط أو طاقة أو موارد وجميع ما يتعلق بالناحية الاقتصادية؟ هذا الأمر متوقع، وهذه الاتفاقيات هي لترسيخ الهيمنة الإيرانية في العراق. أنا أعتقد أن هناك بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي طبعاً وربما سنتطرق إليه في هذه العجالة، لكن الشيء الأهم هو الجوانب الأمنية والعسكرية. سلطة هيمنة السلطة الإيرانية على السلطة المنصبة في العراق من الجوانب الأمنية والاستخبارية والعسكرية، هذا هو الذي الأساس في هذه الزيارة. أما موضوع الاتفاقات الاقتصادية فهذا أمر
ربما يأتي بالدرجة الثانية بعد الجوانب التي طيب استاذ تحدثت مصطفى، عنها. في الوقت الذي صرح فيه السوداني في اثناء زيارته لطهران في بان العراق لن يسمح باستخدام اراضيه للاضرار بايران، ولكن على الجانب الاخر يعني مرشد ايران ينتقد وجود جماعات معارضة للنظام الإيراني وهي جماعات كردية مقرها كردستان العراق، كيف تنظر إلى هذا التناقض؟ هذا التصريح الذي أدلى به محمد الشياع السوداني تصريح معيب جدا من جهة، ومن جهة أخرى يدل على أو يدلل على الهيمنة الإيرانية الكاملة والتبعية الإيرانية الحقيقة، عفوا ليست الهيمنة، التبعية الإيرانية الكاملة لهذه السلطة في العراق، التبعية الكاملة لإيران يعني. وإلا يفترض أن يتحدث في هذا المؤتمر الصحفي عن الشواغل الأمنية للعراق التي تهددها إيران بشكل مستمر، عن قطع الروافد المغذية لنهر دجلة ولمنطقة الأهوار. هذه هي الشواغل التي والتجسس والملفات الاستخبارية التي يعرفها الجميع، وليس أن يكون مدافعا عن الجانب الإيراني. نعم، يفترض أن تكون أي دولة مصدر تأمين لجوارها وليس مصدر تهديد، ولكن أيضا في الدرجة الأولى أن يكون رئيس الوزراء هذا أو غيره معنيا بالحفاظ على سيادة البلد الذي ينتمي إليه ويمثله ويسعى إلى ترصين حدوده وسيادته واستقلاله. لكن نجد أن هذه الملفات، أعني سيادة العراق واستقلاله، غائبة تماما عن الحديث مع إيران. هو يعني بهذا التصريح يعطي المبرر الكامل للاعتداءات الإيرانية المتكررة والمتفاقمة جدا على شمال العراق. وهناك مسألة بالغة الأهمية في موضوع وجود الأكراد الإيرانيين المعارضين. هؤلاء ليسوا قوى عسكرية أو قوى تعمل في الداخل، كثير منهم هم لاجئون ينتظرون التوطين في دول أخرى ويقيمون في مخيمات أو معسكرات، الحقيقة هي المعسكرات التي كان الأسرى الإيرانيون يقيمون فيها في فترة الثمانينات. لذلك هم ليسوا عامل تهديد للأمن الإيراني، ولكن إيران كما قلنا تحاول تصدير أزماتها الداخلية إلى الخارج، لذلك تعتدي عليهم اليوم وتقصف بالصواريخ وبالطائرات. من ضمن المستجدات الحالية أستاذ مصطفى، اليوم افتتحت إيران مكتبا تمثيليا لوزارة النفط في العراق، ترى ما قراءتك لافتتاح هذا المكتب التمثيلي؟ يعني هذه سابقة لا وجود لها في تاريخ العلاقات بين الدول. في العلاقات الدبلوماسية بين الدول هناك بعثات تجارية، هناك بعثات طبعا عسكرية، هناك بعثات علمية وثقافية لتنسيق الأمور المشتركة بين الدول، ولكن أن تكون هناك بعثة لوزارة النفط في دولة ما لدى دولة أخرى لا توجد مثل هذه السابقة من جهة، ولا توجد أيضا هناك أي قضايا مشتركة بين العراق وإيران. هم يتعكزون أو يدعون يزعمون أن هناك عدد من الحقول النفطية المشتركة بين العراق وإيران، وبحسب المعلومات المؤكدة من المصادر الرسمية النفطية في العراق لا توجد هناك في الأصل أي حقول مشتركة، حقول نفط يعني مشتركة بين الجانبين العراقي والإيراني. لكن هذه البعثة إذا مارست عملها فإن هذا يعني تسليم جزء من حقول النفط العراقية سواء بالمناصفة أو غيرها، ونحن إلى الجانب الإيراني. ونحن نتذكر قبل سنوات قامت قوة إيرانية بالتوغل إلى منطقة الفكة واحتلت أحد الحقول النفطية هناك. هذه إذن الأمور ليست جديدة على الجانب الإيراني، وهي تتصرف بمعزل عن التنسيق المشترك. هي في الحقيقة تفرض هيمنتها على الجانب العراقي، والجانب العراقي طبعا يعني مستعد دائما لقبول الهيمنة الإيرانية، لأنه لولا وجود إيران وطبعا الاحتلال الأمريكي قبل ذلك لما كانت هذه السلطات يعني تغمر إطلاقا. شكرا جزيلا لكم رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر الأستاذ مصطفى كامل.